وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام وزارة العدل ببلوره خطه متكامله لانتهاء من القضايا المتاخره خلال العام القضائي الجاري جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه جهود وزاره العدل لانجاز القضايا المتاخره بالمحاكم فضلا عن اعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية. وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الاطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021. حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل اتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية. لكافه الوزارات والجهات الحكوميه والمهتمين بالشان القانوني للاستفاده منها كما تابع السيد الرئيس جهود انجاز القضايا المتاخره بالمحاكم المدنيه ومحاكم الاسره اخذا في الاعتبار ان القضايا المدنيه المتداوله بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من اجمالي القضايا المدنيه المتداوله في الاول من يناير 2020 كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021 مواجها سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات. خاصه ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي فضلا عن الموقف التنفيذي لانشاء مدينه العداله بالعاصمه الاداريه الجديده بالاضافه الى متابعه سيادته لتنفيذ القرارات الخاصه بادراج العنصر النسائي من بدايه السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدوله والنيابه العامه